الليلة مع نديم. بعد وفاة القرضاوي، ما هو مصير الإسلام؟ وإيران تحرر القدس في كردستان العراق. لا يزال امتناع الأزهر عن نعي الداعي القطري من أصول مصرية يوسف القرضاوي يثير المواقف والتعليقات. القرضاوي أقيل من الأزهر بسبب دعمه للإخوان المسلمين ودعوته لقتل من يعارض الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. لماذا يمتنع الأزهر عن نعي القرضاوي؟ في موضوع الشيخ قرضاوي، هل الأزهر نعى القرضاوي؟ لقيته لا. عزف ملكة بريطانيا. شيخ الأزهر، قمت بواجب العزاء في الملكة إليزابيث. وعدم عزاؤه في يوسف القرضاوي. يعني الأزهر لسه ينعي الملكة إليزابيث. فين شيخ الأزهر؟ أيهما أحق بالعزاء؟ رفيقك في الأزهر وفي العلم أم الملكة إليزابيث؟ فين نعي شيخ الأزهر؟ لم يصدر بيان من الأزهر نعي للقرضاوي. أنا بعتبرها غلطة في حق تاريخية. كلنا عارفين إن النعي ده ممكن يكلفك حاجات كتير، ممكن يكلفك منصبك. قاتل الله أي خوف يمنع الإنسان من أن يقوم بحقه تجاه أخوه المسلم. ممكن يكون في ضغوط سياسية على الأزهر منعت الأزهر من توجيه العزاء. ممكن. لا 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 لا، ولا خوف ولا ضغوط ولا من يحزنون. كل الموضوع إنه الأزهر من هول الصدمة مش عارف كيف يتصرف. وفاة القرضاوي حدث مزلزل، مش للأزهر، للإسلام كله. احنا هنعيش فترة فيها أزمة كبيرة قوي، لأن العالم الإسلامي دلوقتي ما فيهوش يوسف قرضاوي تاني. هذا ما يجعل ربما من رحيله يشكل فراغ كبير في الأمة، أليس كذلك؟ للأسف ساب فراغ كبير جدا. الحقيقة لن يسد هذه الثغرة أحد من العلماء. لا يوجد على الساحة العربية والإسلامية الآن من يملأ ولو عشر الفراغ اللي تركه الشيخ يوسف القرضاوي. وبالتالي الأزهر اليوم أولويته كيف ينقذ الإسلام من أزمة وفاة القرضاوي. الإسلام كله من لما مات الرسول ما حدا قال هيك. القول الشهير يوما: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الإسلام ما وقع بأزمة بعد وفاة الرسول، إنما بحسب الإخوانجية وقع بأزمة بعد القرضاوي. بعد القرضاوي الإسلام مأزوم. بس أبو الصوص، بعد ما قلت لي شو سبب الخلاف بين الأزهر والدولة المصرية والقرضاوي؟ عشان الدكتور يوسف القرضاوي كان من أشد الناس المناصرين للقضية الفلسطينية. رسالة أخرى تقول: لأن القرضاوي كان يدعم قضايا بلادنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية فلسطين. حضرتك بتسأل لماذا يحارب نظام السيسي القرضاوي؟ ما بالعقل كده، ما لازم يحاربه، ما لازم يحاربه، واقف مع القدس بكل قوته. إذا هيك منتهي ما بدها نقاش. انت بتعرف، انت اكتر واحد بتعرف، اي واحد بحب فلسطين بتلاقي النظام المصري ضده. كيف اذا كان بحب فلسطين على طريقة القرضاوي؟ القرضاوي بيموت بفلسطين، مش انه مش حرفيا، بيموت بفلسطين. كان القرضاوي يتمنى ان يموت شهيدا. كان يقول: اتمنى بعد بلوغي هذا العمر ان احمل الى القدس وان اصلي في المسجد الاقصى، ثم تاتيني قذيفه واموت بها شهيدا، فالقى الله عز وجل شهيد على اعتاب بيت المقدس. وتمنى ان يموت شهيدا على اعتاب المسجد الاقصى. قد قلت اني اتمنى لو كنت استطيع أن أذهب إلى هناك، أو يجروني على كرسي متحرك لأشارك في الجهاد بشيء، ثم تأتيني طلقة تفصل هذا الرأس عن هذا الجسد ليكون ذلك في سبيل الله. هيدا كان عبالك تمثل بميشن امبوسيبل، مش تروح على فلسطين. مسكين، كل مناك أن يموت بفلسطين برصاصة أو بقذيفة إسرائيلية. مشكلته الوحيدة أنه القصف الإسرائيلي ما بيوصل على الدوحة. من كيف بدك تموت بفلسطين إذا قاعد بقصرك بقطر؟ إنه ما فهمت كيف؟ وأصلاً مين منعه للقرضاوي يروح على فلسطين؟ ها؟
الرجل مات كما هو أراد لنفسه. كما أراد لنفسه؟ للإدس نقلوه على الدوحة؟ الزلمة عم بيقول بده يموت بفلسطين مع أنه ما عمل جهد يروح على فلسطين، يعني كيف طلع معك أنه كما أراد لنفسه؟ أبو صوص بتحس فلسطين مثل الملح، يعني أي وصفة لازم فيها ملح، لك بعض الحلويات بحطوا لها ملح، وبالتالي أي موقف لازم يكون في فلسطين شو ما كان. بس برضو ما كان لازم يا أبو صوص يغيب الأزهر عن النعي. ما تنسى الأمة الإسلامية كلها كلها نعت القرضاوي. الأمة الإسلامية كلها النهاردة من الصبح بتعزف الشيخ قرضاوي، لعل أبرزهم رئيس التركي أردوغان، الرئيس رجب طيب أردوغان، طبعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا أردوغان يقدم تعازي بوفاة القرضاوي، أردوغان يقدم التعازي بوفاة يوسف القرضاوي. بهذا العاجل الذي وردنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم التعازي للشيخ يوسف القرضاوي. عجبك هيك؟ عجبك أنه الرئيس أردوغان ينعي القرضاوي والأزهر ما ينعي؟ طب أنه هلأ شو بيقولوا الناس؟ شو بيقولوا؟ أردوغان مع فلسطين لأنه نعي القرضاوي، والأزهر ضد فلسطين لأنه ما نعي. واضحة، فيك تقول أنه في محور فلسطين هو الذي نعى القرضاوي ومحور إسرائيل منعه. بيموتوا بفلسطين أبو السوس، بيموتوا بفلسطين، كل المحورة كله بيموت بفلسطين. وهيدي اللقاءات شو والود والمزح شو، حيلعبوا بعد شوي على التليفون جيمز. انه ما فهمت، فلسطين بلد وناس وقضية أو غسالة سمعة؟ قرروا. ١٣ قتيل حتى الآن هي حصيلة قصف الحرس الثوري الإيراني لإقليم كردستان العراقي على خلفية اتهام طهران لمعارضين إيرانيين أكراد مسلحين بالضلوع بالاضطرابات الجارية بإيران. موضوع مهم بيستاهل كلام جد. لما رميت إزرميت ولكن الله رمى بنام نامي رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله الله أكبر. اللي بيشوف الضابط عم يصرخ هو عم يعطي الأوامر بيقول وأخيرا اجت ساعة تحرير القدس، يعني ما مش أقل من هيك حسب الخطابات الإيرانية على القليلة. يعني بعد كل التهديدات لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا ونصف دول كوكب الأرض، قررت إيران أن تقصف الأكراد بالعراق بمحيط البيوت والأحياء والمدارس. معقول؟ كل الدعاء اللي سمعتوه لا يضرب هذا الصاروخ أو هذه المجموعة من الصواريخ. طيب الدعاية الإيرانية نفسها اتهمت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل
بالمسؤولية عن التظاهرات داخل إيران؟ وبالتالي شو ذنب هو الأطفال وهو المدنيين؟ ليه القصف مطال الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين؟ ليه؟ ليش تكوا بهو الأطفال؟ لأن إيران أضعف بكثير من أن تواجه الأعداء اللي بتحكي عنهم ليل نهار ليل نهار. اتهموا أمريكا وإسرائيل وقصفوا العراق. والأحلى من هيك أنه الإعلام التابع لإيران هو نفسه العرض أدلة وأسلحة قيل أنها متوفرة بين يدي أو أيدي المتظاهرين. فضل. مصادرة أسلحة ضيد من عدد من المتظاهرين وأخرى أمريكية كان يخطط لتوزيعها أو يخطط لتوزيعها بين المتظاهرين، والأسلحة البيضاء التي كانت في حوزة بعض المحتجين قادت يعني أعمال الشغب. مصادرة أسلحة ضيد من عدد من المتظاهرين وأخرى أمريكية كان يخطط لتوزيعها أو يخطط لتوزيعها. هلأ اللي بده يعمل مؤامرة كونية بيسلح الثورة بالسكاكين والرد على السكاكين راجمات صواريخ وصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة؟ إنه إذا بدنا نصدق رواية إعلام إيران بيطلع معنا الشيء التالي كانوا بالمفرق أنا عم بجمع لكم إياهن. أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ودول الخليج استخدمت الأكراد بالعراق لإشعال الفوضى بإيران وسلحت المنتفضين بالسكاكين. هيدي حصيلة الرواية الإيرانية، وهذا الواقع الرد عليه شو؟ قصف المدنيين العراقيين بالباليستي والراجمات والمسيرات المفخخة. أنه منطق الموضوع ببساطة أنه إيران المأزومة بالداخل اللي شعبها منتفض ضده اللي عم تحرق صور قادتها بالشوارع لقيت بالعراق وقصف العراق مخرج تلفزيوني بنقل الكاميرا من محل لمحل، وكمان وجدت بالعراق مادة لابتزاز العالم انه اذا انا غرقت ها انتبهوا رح غرق المنطقة معي، ها انتبهوا انا بقصف العراق انا بعمل كذا. وايران فعلا شاعر بانها عم تغرق، مشروع مرفوض داخل ايران وخارج ايران وتحديدا بالعراق وتحديدا عند شيعة العراق. قاسم السليماني لانه هذا القائد الكبير انقذ العراق من الارهاب المتطرف، هذا شيء معلوم وكثير من القيادات العراقية جمهورية العراق، هذا فخرا لجمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. مع طبعا المرجعية العظمى احتراما، نحن نحترم المرجعية. هيدي المشاهد هي من داخل منتدى كان معقود بالعراق وحاضر فيه السفير الإيراني، مشهد جديد من مشاهد الاصطدام بين الهوية الوطنية العراقية وبين إيران ودورة وشهواتها بالعراق. بده يقول للعراقيين أنه قاسم سليماني حرركم يا عراقيين، حرر العراق، بنفس الوقت اللي جماعة قاسم سليماني عم يقصفوا العراق. وهيدا الحقيقة تعبير عن أزمة المشروع الإيراني، لأن اللي مش قادر يصادر الهوية الوطنية الإيرانية بإيران ما ممكن يقدر يصادر الهوية الوطنية العراقية أو اليمنية أو السورية أو اللبنانية أو غيرها، ولو قدر يعمل هيك لبعض الوقت. المشروع الإيراني مأزوم داخل إيران قبل ما يكون مأزوم خارجها، ومهدد ومدان ومنتفض عليه داخل إيران قبل ما يكون خارجها. بالختام سؤال عرضي لجماعة السيادة، هول اللي بيطلع معهم هرمون السيادة كل شوي، هل القصف الإيراني للعراق ضمن بنود فهمكم للسيادة والوطنية؟ نهاية الحلقة، تصبحوا على خير.